يقول قريبون من مرجع نيابي إن الأساس بالنسبة إليه في الفترة المقبلة هي الجلسة التشريعية لا الجلسة الرئاسية. يشير مواكبون للمشاورات الرئاسية إلى أن البرنامج الرئاسي يكاد يكون بأهمية شخصية الرئيس المقبل. يجري الحديث في أوساط بيروت أن إثارة بعض الملفات الإنمائية يأتي في سياق تسجيل النقاط في السباق الانتخابي البلدي.